اليوم بغيت نشارك معكم هذا العصير اللي تنشرب هاد الاسابيع اللي فاتت. العصير الاخضر ديال الخضر بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا المنافع ديالو وتعرفوا الطريقه والمكونات ديالو. مرحبا بكم معايا كاملين على مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هند. يلا نبداو في تحضير هاد العصير السحري الرائع. في هاد العصير المكونات ديالو هو مصوب من الخضر اللي اللون ديالها اخضر. كان ناخدو هاد الاسابيع اللي فاتت. المشكل هو انه كنت كناخدو من قبل ولكن ما تناخدوش بشكل دائم. فلا بغيتو تحصلوا على النتائج ديال هاد العصير خصكم تاخدوه بشكل مداوم، يعني كل يوم على الاقل 6 مرات في الاسبوع، 5 حتى 6 مرات في الاسبوع على مده ديال 2 ديال الاسابيع على الاقل، 2 3 الاسابيع. الوقت اللي تحسوا براسكم راكم يعني محتاجين انكم تنقيو الجسم ديالكم، لان هذا هو الهدف ديال هذا العصير. والهدف ديالو الثاني هو فهو مضاد للالتهابات. بالنسبه للحاله ديالي، الناس اللي عندهم امراض مناعيه مزيان لهم ياخذوا بحال هذا النوع ديال العصيرات، لانهم كنعرفوا ان الناس اللي تتكون عندها مرض مناعي تيكون الجسم ديالهم دائما في حاله الالتهاب، يعني عندهم التهابات طالعه، وبحال هذا النوع ديال العصيرات كتهبط او لا كتنقص من الالتهابات في الجسم. مزيان يشربوا بحال هذا النوع ديال العصير، وهذا علاش ناخذوا. وهاد الاسابيع اللي فاتت تقريبا دابا 2 ديال الاسابيع. بالنسبه كنت كناخذوا من قبل ولكن ما كنتش مداومه عليه بشكل يعني كل نهار. والمشكل اللي كان هو انه ما سنكونش مجتهد شي من قبل، فلقيت هاد الطريقه انني نوجد كل شيء من قبل. تقريبا يوم الاحد كنصوب هكا هاد الاكياس، تاخذوا مثلا على حسب عدد الايام اللي نتوما باغيين تاخذوا في داك العصير. غادي ناخذ 5 ديال الاكياس، 6 ديال الاكياس، ممكن تحتفظوا حتى بهذا الشيء في قطع ديال الثوب، ماشي بالضروره في اكياس ديال البلاستيك. كناخذ شويه ديال القزبر، شويه ديال الكرافس، شويه ديال الخيار، شويه ديال الاوراق، يعني الاوراق اللي عندكم، الجرجير، السبانخ، الكيل، الربيع، اللي عندكم اللون ديالها اخضر، السلق، بغيتوا تضيفوها في هذا العصير فممكن، لان هذا كله الاوراق كلها غنيه بالفيتامين سي، بالحديد، بالمضادات الاكسده، وكل شيء هذا الشيء غادي يعاونكم في باش تخليوا العصير ديالكم غني بزاف وغادي يفيدكم. دونك هذه هي الطريقه اللي كندير. بالطبع من بعد كنضيف عليه اشياء اخرى. بالنسبه للمكونات، ماشي بالضروره دائما يكون عندنا جميع المكونات بحال هذه اللي عطيتكم دابا، ممكن فقط ديروا غير الربيع والكرافس والحامض، كنضيف الحامض والكركم والزنجبيل، حتى هما مكونات رائعه وغنيه بالفيتامين سي. بالنسبه للزنجبيل، الناس اللي عندهم يعني ضغط الدم او العدم، فمن الاحسن يشوفوا الكميه اللي مناسبه لهم. اما الكركم فهو صحي، عارفينه 100%، نتناولوه بلا ما نخافوا منه. الكركم طري او لا باودر فهما بجوج مزيانين. دونك في الاول تناخد كويس الماء معها عصير ديال الحامضه او الليمونه، وكندير معها الكركم والزنجبيل، وكنضيف الاشياء اللي تتكون قاصحه اللي هي الخيار والكرافس، وغنطحنهم مزيان، ومن بعد غنضيف الاوراق. الحاجه الثانيه اللي كانت كتعجزني اللي هي الاله في الجوسر، فكاين فيه بزاف ديال الحاجات خاصك تغسليهم بعد ما تتسالي داك العصير ديالك، ما بقيتش كنستعملو. كندير هاد الطريقه، كنحط كلشي في خلاط كهربائي ومن بعد كنصفيه بصفايه تكون رقيقه، وكنشرب داك العصير اللي حصلت عليه. بالنسبه لداك الشيء تيبقى لكم في الصفايه، ما ترميوش، ممكن تضيفوه على التربه ديالكم الا عندكم شي بلونت ولا شي حاجه، راه غادي يغذي لكم التربه ديالكم. هادو هما جوج الحاجات. بالنسبه للوقت، فمن الاحسن هو كي تشرب على معده فارغه، ماشي بالضروره في الصباح على الريق، غير ساعه قبل تكونوا ما واكلينش، وساعه من بعد من تشربوه ما تاكلوش، تشربوا الماء بزاف على طول اليوم، وهكا باش تحصلوا على فوائد كبيره ديالو. فعلا رائع هذا العصير السحري جرين جوس، مزيان داوموا عليه، وخصوصا الناس اللي عندهم امراض مناعيه.
هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه غادي نتجربوا ان شاء الله هذه الفكره وغادا تعاونكم. خليتكم على خير، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو، ديروا لايك، تخليوا ليا كومونت تقولوا ليا واش نتوما حتى نتوما كتشربوا هذا النوع ديال العصائر. تهلاو صحيحتكم، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.